شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. أسعد الله مساءكم أحبائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. طبعا أول حلقة في شهر أغسطس أو شهر 8، وزي ما طبعا ما تابعوا فينا أو تابعوا صفحة إيهاب بن رجب أو صفحة سفرتنا عبر الفيسبوك، الكل من يتابع فينا أكيد شفتوا البوست اللي نزلناه بخصوص شهر أغسطس اللي هو راح نخصصه للحلويات بإذن الله. حيكون طبعا الحلويات الغربية بشكل أساسي، وحيكون فيه نصيب الأسد للحلويات الصحية للمرضى السكر، ولكن حيكون شهر للحلويات. كل أسرار الحلويات رح نعطيها لكم بإذن الله حتى تمارسوها في المنزل وفي المطبخ، وكذلك كل ما يتعلق بالسكر والزبدة والحليب، كل هالوصفات هي رح تكون عندكم بإذن الله، طريقة التخزين والنصائح الأكاديمية وكذلك الوصفات الكلاسيكية والزمنية. طبعا اليوم درنا الافتتاحية بالشهر، ربي يكون طبعا شهر خير علينا، درنا روزات على بمبر. طبعا طلب من الأخوات طلبوا منا الوصفة روزاتا والعبامبر أو بالعبامبر بشكل عام. أنا حبيت ندير العبامبر وندير مع الأساسية اللي هي روزاتا. طبعاً اللي ما يعرفش روزاتا والعبامبر من الدول الجالية أو غيرها، هي طبعاً نوع من الحلويات اللي هي طبعاً العبامبر نوع من الحلو التقليدي ليبي، لازم في الأعراس، موجود في الأعراس والمناسبات وفي الفاتحات والعقد القران وغيرها، أساسي لازم يكون موجود العبامبر، ويتلي نوع من المشروبات هو مشروب الروزات اللي هو خلينا نقوله مشروب اللوز. وطبعا الليبيين معظمنا نعرفوا هالوصفتين هما اللي هما روزات عبامبر، يعني اعتقد من قدم السنين موجودات عندنا، هما مش قدم السنين هل يعني حوالي خلينا نقوله مثلا 50-100 سنة التالي. طبعا اليوم حبينا ان نعطيك تعريف بسيط للعبامبر. والعبامبر هو نوع من خلينا نقوله من الكوكيز، خلينا من التصنيف هواء مش كيكه، هو نوع من الكوكيز يتم استخدام اللوز فيه اساسي، اللي هو طبعا دقيق اللوز اساسي فيه ومعه السكر بالمكونين هما ومعهم بيض راح يتم صنع العبامبر. طبعا هو قريب طبعا نتكلم مش للليبيين، نتكلم على الجاليه بصفه عامه او اللي يتابعوا فينا من غير ليبيا، هو قريب لنوع من البسكوت الطولياني اسمه الاماراتي، قريب ليه بشكل كبير، خلينا نقوله 80-90% نفس الطعم، غرضك يجي حبه صغيره. وطبعا عندنا الروزاتا كذلك نفس الشيء. مشاهدينا الكرام طبعا اي استفسار اي سؤال يتعلق بحلقتنا اليوم بدكم تبعتونا عبر الصفحه، وراح يتم الاجابه باذن الله ان شاء الله في البث المباشر، راح يتم الاجابه عبر الصفحه. مشاهدينا الكرام شوفوا بعضنا نتعرفوا على مكوناتنا لحلقتنا اليوم اللي هي الروزاتا والعبامبر. نبدأ بالعبامبر هو الاول بس بعدين نديروا الروزات. شوفوا بعض مكونات العبامبر الزمني الاصلي بدون اضافه اي مكون زياده، احنا حنديره بطريقه زمنيه نفس اللي بيشتروا فيه في المحلات وفي الاعراس والمناسبات. عبامبر اللوز عندنا 2 كوب من اللوز المطحون، وطبعا لما نتكلم على اللوز المطحون يعني نتكلم على اللوز المزلط، يعني ناخذ اللوزه بقشرتها نحطوها في مية سخونة لين تتزلط بهذا الشكل، وبعدين نرحوها تبدأ بودرة بالشكل هوا. طبعا ممكن ترحوه في الخلاط في الفوت بروسيسر في ست البيت أي ماكينة، مهم درجة اللوز تكون بودرة بالشكل هوا، يعني مش بودرة، بودرة تكون مهروش ناعم تمام.
بيكون بشكل هواء. نفس درجة اللي الحلو يدور فيه في المكرون. عندنا طبعاً 2 كوب من اللوز المطحون عليهم كوب وربع من السكر. تمام؟ هي الوزنة يلي متعارف عليها، يعني عادة المحلات لو يديروا في 2 كيلو لوز معناها بيديروا كيلو ربع السكر. هذا الفليفر الطعم الأصلي طبعاً. تبوا تنقصوا سكر ديروا كوب. عندنا كوب وربع من السكر العادي، من السكر الشاهي والقهوة، السكر العادي من السكر ناعم. وعندنا 2 حبة من بياض البيض، طبعا حناخذ البياض بس. وعندنا ملعقة صغيرة من انشاء البودرة، وانشاء هنا رح يخلي العبومبر يتلوك معاكم، يعني يتمغط فيه زي المطة هيك، سببها ملعقة انشاء هي، وإذا فيه زي القرمشة خفيفة. تمام؟ وعندنا ملعقة كبيرة من روح اللوز، وروح اللوز طبعا بتجي نوعين، في أنا ما بديش ندير دعاية لأي منتج، لكن في نوعين، في اللي يجي شفافة هي لوز حلو اللي يجي شفاف أو عطر اللوز، اللي يجي أذكر معناها لوز مر، معناها لو هنا مثلا نبي ملعقة كبيرة، هنا حناخذ نص ملعقة بس لأن طعمته شوي أقوى. بس هذه مكونات العمبر، يعني شايفين قديش مكوناتها سهلة ويعني مش فيها الصعوبة. الرزاطة حنتكلموا عليها بعدين، بس مبيش يعني نتوهكم مشاهدين الكرام، حنبدأ بالجزء الأول اللي هو الرزاطة العبامبر، بعدين نرجع للرزاطة. أول خطوة راح نديروها بالنسبة لل العبامبر اللي عندي، أول حاجة راح ناخده نبو السباتشولا خلاكي في جنبنا، نحتاج طبعا لورقة زبدة تكون حتية أساسية معي في الشغل، ونبدو بسم الله ونبدو في تحضير العبامبر. طبعا في عبامبر الكاكاوية او عبامبر فول السوداني، ممكن بدل اللوز تستخدموا كاكاوية. بدو عبامبر فستك، عبامبر بندق، يرجع لكم هذا شيء اختياري، لكن هذا الزمني بتاعنا احنا في ليبيا يكون اللوز. ملاحظة، في ناس تحب اللوز يكون بقشرته على فكرة، مش شرط يكون مزلط. في ناس تاخذ في اللوز، يعني تقول عبامبر اصلا مولي اسمر زيادة، معناها يكون مطحون بالقشرة بتاعه، لكن التقليدي والاساسي في المحلات يكون مزلط. أول حاجة راح ناخذ هنا نص كمية اللوز، يعني خلينا نقول الكوب اللوز. تمام؟ نحط كوب اللوز المهروش عندي هنا، البودرة بالشكل هذا. وراح نحط عليه السكر. شايفين السكر العادي المتوفر في كل منزل، وبسباتشولا راح نقلب كويس السكر مع اللوز. هي الخطوة خلينا نقول ان لما ناخذ نص كمية اللوز والسكر، انا شنو يصير هنا؟ نبي نتأكد بس ان السكر يتخلط كويس مع اللوز. توا رح ناخذ الخلاط. تمام؟ الخلاط المالق الفوربيل متوفر او 6 البيض. رح نجيب اللوز عندي مع السكر ونبي نضربهم ضربتين مع بعضهم. بننزله بسم الله. نص الكمية اللوز انا اخذتها، مش 2 كوب، انا اخذت الكوب الاول بس، مش بعدين نضيف الكوب الثاني. وهذا احد الاسرار متاع البامبر على فكره، لان كان حطيت الكوب كله او الاثنين كوب كلهم على السكر بيبدا لكم غريبه لوز، ما عادش بيبدا بامبر. تمام؟ اهم شيء لما تضربوه ما تخلوش الزيت اللوز يطلع. بسم الله، نقعد نضربه، بنوقفه شويه. احنا طبعا قاعدين نضربه بنوقفه شويه باش نبي نحرك الاسفل اللي كان لوطه بركبه فوق، باش لان اكيد اللوطه تكون طحن باش ما يطلعليش الزيت متاع. مش عارف المشاهدين الكرام الفكره تكون وصلت ولا لا، ان شاء الله هيك قدرتوا هيك تفهموني بالضبط عشان نتكلم. يعني انا نبي يقعد قوامه بودره، ما بيش يسخن اللوز ويتحول لي يسخن اللوز ويتحول لي لزبده اللوز. يعني نقعد هيك نقلب فيه. تمام؟ بعد ما قلبناه بنرجع نعطيه ضربه ثانيه، يعني نحاول اني نبي ان نخلي مزيج بين السكر وبين اللوز. بسم الله، ونبدو مره ثانيه. بسم الله، تمام. توا خلاص ضربتهم،
تخلطوا مع بعضهم، طلعت هيك ريحه اللوز اللطيفه. تو رح ناخذ كل الكلامه هو ورح نحطها في نفس الصحن اللي كان فيه، ولا القوام شويه سوفت اكثر، تمام؟ يعني شويه ناعم القوام. شايفين بدا هيك يعطي في، شفتم اللوطه كيف حتى ما عادش ينزل؟ ها يعني علاش؟ لان ولا سخن يعني بمعنى، وبدا يتكتل، فانا وقفت في الوقت المناسب. تمام، حننزله توا الخليط. طبعا الماء القهوه او مش حنغسله لانه هو حنخدم به الروزاتا. مش هبدا فيك نكهه اللوز قاعده قويه. تمام، خلوك شوي على جنب. توا راح نقعد نقلب مره ثانيه، وبنضيف عليه ما تبقى من كميه اللوز اللي عندي، ونقلبهم. اضافه اللوز هي الثانيه اللي ضفتها بتخلي العبنبر يكون فيه طعمه اللوز واضحه. تمام، عندي انشا، انشا حيخليه لكم هيك سوفت وناعم العبنبر عندكم. بس نتاكد ان ال تخلط المكونات كلها مع بعضها. تمام، طب مشاهدينا الكرام، راح نجيب البيض اللي عندي. اول حاجه راح ناخذ فقط البياض، نبغى ناخذ البياض بس، الصفار من بوشي ننزله البياض. هذه طبعا القطع الاولى او الحبه الاولى. انا البيض عندي شويه حجمه صغير، فممكن نحتاج لي ثلاثة بيضات. ولو البيض عندكم كبير معنا نطبوا حبتين بس بيض. تمام، راح نضيف توا البيض متاعي. مش نحط الكميه كلها متاع الدحي، خلينا نحط شويه بس يعني، وخليها هيك ممكن نحتاج لها ومرات لا. وعندي طبعا روح اللوز او عطر اللوز، راح نضيف حوالي ملعقه كبيره منه، ونبي نقلب ونعجن لين تتكون عندنا عجينه. ممكن راح نستخدم توا ايدينا في العجن. نحتاج البيضة كاملة، نعجن عجينة العبنبر عندي بالشكل هذا. نوسعوا بالنا في العجن، تمام. انا بصراحه نحب في العبنبر ريحه اللوز المر، فممكن لو حابين تضيفوه ممكن تضيفوه منه شويه، يعني اختياري. انا بصراحه راح نضيف بتاع ملعقه كبيرة أو ملعقة صغيرة من نكهة اللوز اللي عندنا. هي طبعا اختيارية، لكن هيك رح تتميز العبنبر عندكم، رح يكون هيك طعمه شوية يعني لطيف أكثر. ورح نقلبه توا العجينة بتاعتنا، لين شايفين كيف لما تبدأ الوصفة مدروسة تبدأ المكونات مضبوطة صح. يعني شايفين كيف تحولت عندي العجينة، شايفين القوام العجينة اللي عندنا كيف تحولت عندي عجينة، وريحة اللوز طالعة منها قوية. يعني المفروض توا إن أنا ناخذ الخليط هو، تمام، ونخليه يرتاح 6 ساعات ليلة كاملة. الخليط هذا لازم لابد ما يرتاح باش اللوز اللي عندي يشرب النكهات
ويبدا قوامه يعني افضل. مستعجين ممكن تشتغلوا به طول، انا تو حنشتغل بها طول العجينه، لكن هو يفضل يستحسن انها تخلوها تبات. شفتوا المقروط لما تبيتوه ليله كيف تحصل على نتيجه افضل؟ نفس الشيء العبنبر لما يبات يعطيكم نتيجه افضل. فهي الخطوات بس نحاول اني نعطيها لكم بكي بتفاصيل، بس ما فيش حاجه تكون رايحه لكم. تمام؟ فرضا ان هي خليناها ترتاح، هي فكره الراحه متاعها ان اللوز راح تلقوه كي شرب نكهاتها ولا ناعم اكثر. تمام؟ وحبه اللوز نفسها كي بدت تنشف عندكم او تنفش. تمام؟ رح ناخذ توا العجينه اللي عندي، وانا عاده نحاول اني ما بيش نستخدم عجانات، بيش نستخدم الات، نحاول ان الوصفات كلها تكون متاحه لكل منزل، لكن وصفتنا لليوم نحتاج لعجانه. لو ما فيش عجانه ممكن بايدينا عادي، لكن رح تغلبكم شويه. نبغى نعجنوا العبنبر كويس في العجانه بتاعتنا. خليني بس نثبت الأداة هي اللي هي على حرف اس، ورح نعجن العبنبر متاعنا خلينا نقوله 15 دقايق ينعجن كويس باش يبقى قوامه نعم اكثر. خلينا بس نركبه ممكن نركبها هنا. تمام؟ رح ناخذ توا العجينه يلي عندي وراح نحطوها في العجانة. خلينا بس نحطها كدفعات باش تسهل علي العجن. بس ندقها في الكهرباء. وراح نبدا نسقط في كرات العجينة عندي متاع البامبو. الشكل هذا. ملاحظة بس مشاهدينا الكرام اللي بنتكلم عليها، طبعا لأن العجينة ما ضفت لها أي شيء، لكن لو خليتوها تبات أو 6 ساعات ترتاح ممكن راح تلاحظوا أن العجينة شوية جفت منكم، فممكن تعاونوا بنص بياض بيضة أو بياض بيضة كاملة لأن تلين معكم يبدأ قوامها نفس العجينة اللي توا حطيناها في العجانة.
بعد ما خلطنا العجينة كويس، وطبعاً لو ما عندكمش قاعد نكرر في العجانة ممكن تخلطوها بإيديكم أو تعجنوها بإيديكم، غير وسعت بال شوية. طب رح ناخذ العجينة اللي عجناها كويس ورح نحطوها في نفس القالة، وتلاحظوا إن العجينة شوية بدت قوامها يتغير ويتلوك بسبب الحرارة اللي وصلنا لها من العجن. شايفين هنا فيك من زبدية شوية قوامها كأنها زبدة، وهذا معناه احنا وصلنا للقوام الصح للعبنبر. تحسوا هيك قوامها شوية العجينة ناعم. العبنبر لازم ما يكونش زي كيف بنقولهالكم، يعني قوامها يكون زي تو هيك العجينة، ما يكونش عجينتها زي الغريبة ولا زي الكوكيز، لا قوامها العجينة تكون هيك ناعمة كأنها زبدة. شايفين؟ وما فيهاش أي لوز باين أو أي شيء، تحسوها كطرف عجينة كاملة ممزوجة، رغم من غير دقيق، ما ضفناش فيها دقيق، عبارة عن ملعقة صغيرة نشي بس. تمام؟ هيك معناها تو العبنبر بتاعنا جاهز. طبعا هذا قوام لو بتشكلوه بإيديكم، لو بحطوه في الكيس الحلواني زي مرات في المعامل عادة باش يوفروا على نفسهم شغل في البوش ويبدوا يديروا، ممكن معناها بتدورها شوية بياض بيض باش تلين معاكم العجينة أكثر. أنا العبنبر نحب نشكله بإيدي للأمانة أكثر. شايفين العجينة كل ما سبكتوها أكثر وعجنتوها كل ما كان أفضل، ويفضل لكم أصلاً تخلوها ترتاح، يعني العجينة الشغل بها لما ترتاح تفرق معكم هلبا، خصوصاً لو أنتم مبتدئين أو مرة تديروا العبنبر، الشغل فيها وأنتم أو تكون العجينة لينة معكم ومرتاحة أفضل بهلبا. هذا عبنبر اللوز، نفس الفكرة ممكن نجيب عبنبر الكاكاوية أو عبنبر الفستك او بندق او كاجو، تقدروا تشكلوا بيه، لكن عبنبر اللوز يبقى هو التوب الامانه الحق. تكون العجينه ناعمه سوفت بهذا الشكل. توا راح نجيب ملعقه او سكوب متاع ايس كريم مثلا، ونحتاج لشويه ميه في صحن. نحط شويه ميه في صحن ونبي عليهم ملعقه من لوز المر، شوية كمان اللوز المر على المية، وبنقلب وبنخليها هي في جنبي المية وقت التشكيل. أول خطوة نمسح إيديا بالمية يلي درناها. طبعا عندي سكوب متاع جيلاتي ممكن باش يبدا كل القوام أو كل الأحجام نفس بعضها، وراح ناخذ منه هو مثلا هيك كرات بالشكل هو، يبدا أقل شيء كله نفس الحجم. تمام؟ وبعدين نكوروها، نحاول ان انا نضغط عليها بهذا الشكل. زي ما انتم حابين حجم العبنبر كيف يكون، تبوه مثلا يكون اكبر اصغر، هذا شيء يرجع لكم. وعليهم اللوزة المزلطة تنحط بالشكل هو. تمام؟ هذه شكل العبنبرة عندنا هنا. شايفين كيف تكون؟ طبعا هذا الشكل بتاع عجينة العبنبرة. نحطوها مثلا لورقة الزبدة. بعدوهم على بعض لأنها شوية راهو يكبر حجمها في الفرن بسبب الفستة بيض بيض، وبينفش هيك شوية، مش تخيلوش يالبا. نفس الفكرة نضغطوا عليها، ما تخلوهاش رقيقة هالبا. هذه القطعة الثانية من العبنبر ونحطه. تمام؟ شايفين قديش الموضوع سهل وبسيط جدا. نضغطه ضغطة خفيفة تاخذ لي الشكل. طبعا يفضل انتم اصلا تقدموه ثاني يوم، يعني العبنبر يفضل تقدموه ثاني يوم باش يبدا القوامه نفس تاع المحلات بالضبط. يعني هذه راهو الخطوه شويه مهمه، لو عندكم فاتحه او مناسبه ديروه من ليله مثلا وقدموه غدوه، ضروري يبات العبنبر بعد ما ينخبز في الفرن، لازم يبات ليله.
يعني يفضل انه يبات ليله باش يبدا يتلوق صح ويبدا قوام الناس بتاع المحلات. تمام بهذا الشكل. نحطوا قطعه لوزه وتبدا كي الطرف على بمره جميله جدا. نتمنى أنا من تكون هيك الوصفه واضحه وما فيهاش اي صعوبه يعني صراحه الحق. نضغطه بالشكل هذا. نبعدوهم على بعض لأن شوية حجمه يكبر، يعني الحجم هذا شوية بيكبر. أنا ممكن عندي واحدة موتيها، يعني الحجم شوية يكبر، شايفين كيف؟ يعني الشكل متاعها بينفش وبتتشقق، فحاولوا أنه كل قطعة تخلوهم بعاد على بعض. تمام؟ نشكلوا البامبر بهذا الشكل مع قطعة اللوزة تنحط ويبدأ شكل البامبر بتاعنا. شايفين كيف؟ لطيف وجميل جدا. تمام؟ توا الخطوة اللي بعدها ممكن لو حابين أحبائي الكرام إنكم مثلا تخلوه لين يجف شوية، ممكن عادي جدا مش غلط لو قبل ما تدخلوه الفرن تخلوه يجف شوية قبل ما تدخلوه الفرن ممكن، وممكن تشتغلوا به يعني الطول أو تدخلوه في الفرن طول واختياري الموضوع. تمام وهذيك نقلبوا في البامبر بتاعنا بهذا الشكل، واللوز المزلط على الوجه. تبدا عندنا احلى وصفه البامبر ممكن تجربوها ان شاء الله. بس مشاهدينا الكرام تكون الفكره هيك واضحه مبدئيا، الحق ما حاولت اني نبسط لكم الوصفة، المكونات أمامكم مرة ثانية على الهواء لو حابين إنكم تدونوها أو تديروها سكرين شوت. من الوصفات اللي تستحق إنكم يعني تحفظوها، حتى لو عندكم مثلا كراسة يعني تكتبوها. أنا شوي يعني كلاسيكي في المواضيع هاي، يعني قاعد المذكرة والكراسة يعني دائما موجودة مهما درنا حفظنا في اللابتوب أو في التليفون او الموبايل، مش زي لما تدونوها في يعني كراسه. هذا محفوظ عندكم. العبامبر اللوز امامكم على الهواء. نحتاج الى 2 كوب من اللوز مزلط، عليهم كوب وربع من السكر، 2 حبه بيض، بياض بيض طبعا، نصف ملعقه صغيره من شاي، ونحتاج الى ملعقه من روح اللوز. تمام. توا احنا هنا احبائي الكرام ستفنا العبامبر بتاعنا، طبعا ما زال عندنا العجينه رح نستخدموها نشكل بها مره ثانيه. السر بتاع العبامبر لازم يتشقق، لو طاب وقعد مش مشقق معناها في اورور صاير، لازم العبامبر تتشقق عندكم، يعني تبدا قوام العبامبر اللي نعرفوه احنا يكون هيك مشقق من فوق. فحتى يتشقق انا الفرن ولعته درجه حراره 180 من فوق، من اللوطة مش مولع الفرن. تمام؟ خلينا بس نشغل المروحة بس الحرارة تكون متوزعة أكثر. أنا ولعت عليه من فوق الفرن، من اللوطة مش مولعين عليه. اللي بناخذ توا البامبر بتاعي، لو عندكم طاجين ممكن تاخذوه وتحطوه في كيف بنقولها لكم؟ في تحت بوكل. تمام؟ باش نبوش ياخذ الصهدة من فوق ويتغير لونه، يعني بنشققها بس بعدين نولع عليه من تحت. طبعا ناخذوا البامبر بتاعنا وندخلوه للفرن، انا مش هنستخدم اصلا حتى الطاجين، راح ناخذ البامبر على ورقة زبدة طول ندخلوه في الفرن.
حطوه لو عندكم طاجين قصير حافة عادي. أنا الأمانة تطيبي في العبامبر شوية مختلف، فناخذ في العبامبر وندخله في الفرن بالشكل هو. تمام؟ مش عارف لو الشكل عندكم باين أو لا مشاهدين الكرام، ونكون مولين عليه من فوق بس، يعني لقطة المن فوق بس هي مهمة جدا، لازم تقول عليه من فوق بس باش يتشقق عندكم العبامبر. أنا طبعا بعد ما بيطيب أصل العبامبر لازم نخلوه يبرد أقل شيء 6 ساعات أو تقدموه ثاني يوم. العبامبر ما ينفعش يتقدم في نفس اليوم أو هو سخون، أصلا أول ما طلعوه سخون ما يقدرش مسوي، أنا بيكون قامل كأنه سايح، كأنك حاجة سايحة. لازم تخلوه يجف كويس باش تقدروا تنقلوه أو تتحركوا به. طبعا أنا جهزت في البيت ذناكي مدرة تاع عبامبر نفس اللي نداروا في الفاتحة، إن شاء الله دائما تكون عراسكم يا رب، ودائما يعني تكونوا بلمات الخير. هذا طبعا شكل العبامبر عندنا، العبامبر التقليدي اللي ممكن الكل ما فيش بيت ليبي ما يستخدمش فيه. فكرة ولعت عليه من فوق بس أعطاني التشقيقة، هي لازم يتشقق هيك العبامبر، ومن تحت ما خداش أي صهدة أو أي شيء لأن أنا شبه مولعتش عليه من اللقطة. تمام، خديت لك طيابة من فوق وبعدين في الثواني الأخيرة ولعت عليه شوية من تحت. ياخذ منكم بالضبط 12 بالكثير 15 دقيقة في الفرن، مش أكثر من هيك. ومن الداخل أنا استخدمنا اللوز المزلط، شوفوا كيف قوام العبامبر كيف يكون. هذا العبامبر الليبي التقليدي. طبعاً ريحة اللوز فيه قوية وشكله خرافي، لازم لازم نجربه. رح نخرج الفاصل قصير باش نديروا مع بعضها مع بعضنا الوصفة اللي مرافقة للعبامبر اللي هي الروزاتا. فاصل وراجعين. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتا جورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير ما كناش عطلنا عليكم. طبعا احنا درنا على فكرة طلب لموسوعة جينيس لكن ما ردوش علينا في سرعة الفواصل اللي قاعدة عندنا. طبعا العبامبر قاعد في الفرن راهو ياخذ طبعا زي ما قلت لكم 12-15 دقيقة، لكن بعد ما يطيب ما عادش بتمسوه، بتفتحوا الفرن بتخلوه يتهوى العبامبر وبتخلوه زي ما هو ليلة كاملة، يعني لازم تجوه ثاني يوم او على الاقل 6 ساعات باش يبدا قوام العبامبر المتعارف عليه. شوفوا بعض الوصفه الثانيه اللي هي طبعا حب للليبيين ويعشقوها، اللي هي الروزاتا اللي اصلا تتقدم ضيافه مع العبامبر. شوفوا بعض المكونات على الشاشه حتى نحضروا وصفتنا مع بعضنا. روزاتا اللوز نحتاج الى كوب من اللوز المطحون، تمام، كوب من اللوز المطحون عليهم 2 كوب من الحليب، عليهم 1/2 كوب من السكر. هيك قاعدين يعني رتبوا.
عليهم نص كوب من السكر وعليهم كوب من المية وعليهم ملعقة كبيرة من روح اللوز. هذه الروزاتا بتاعتنا أو المكونات روزاتا اللي عندنا. عندنا كوب لوز مطحون نفس اللي استخدمناه في العبنبر، عليهم نص كوب من السكر، عليهم كوب من المية، عليهم 2 كوب من الحليب، عليهم ملعقة من عطر اللوز أو روح اللوز. طبعاً مشاهدينا الكرام، بالنسبة للحليب لو تبوا الروزاتا حقيقية ديروا حليب عادي الكامل الدسم، وعليهم حليب المبخر اللي هو حليب الحكة، يعني هو مش حليب المكتف المحلى، اللي هو بمعنى يعني حليب الكورنيش احنا نقولوا له، اللي هو يعني بتجيكوا الروزاتا كيفها الطعم تاع زمان. تبوا تخلوها بالحليب عادي ماشي امورها، يعني زي ما انتم تحبوا. طيب ناخذ المعلقي نفس اللي كان فصه العبنبر اللي طحنا فيه السكر واللوز، هو نفسه صح نحط سكر واللوز مره ثانيه. فراح ناخذ معلقي الفروبي اللي متوفر في كل منزل في كل بيت ليبي. راح ناخذ السكر نصف كوب. ملاحظه دائما انا نحاول لك قدر المستطاع اني ما نبيش اي شيء يعني يفوتكم. السكر هذا الكيال انا شخصيا نحب الروزاتا ناقصه شويه سكر. تبوا تحلوها معنا ديروا كوب الا ربع، تمام؟ هو عاده في المحلات يديروا كوب الا ربع، لكن نص كوب من السكر ما زالك اخف روزاتا بنتها. بنحط اللوز توا. لو تتفكروا لما حطينا اللوز في الاول متاع العبنبر قلت لكم ما تطحنوش هلبه باش ما نبوش اللوز يطلع الزيت نتاعه. هنا العكس، الروزاتا بنطحنوا اللوز زياده باش تطلع الزيت نتاعها. يعني انت لو حطيت توني اللوز والسكر بنحط عليهم الميه، بنزل الميه اللي عندي ونبنقلبهم لين ينطحنوا كويس، وتحسوا كي اصلا القوام ديك يتقل عندكم. بسم الله. تمام، نعاونوا توا بشويه الحليب المبخر ونستمروا في الضرب مع عطر اللوز او روح اللوز. وبسم الله ونبدأ. هنا بتوسعوا بالكم حبتين في الخلط روزاتا، يعني بتخلوها متاع دقيقتين ثلاثة دقائق، لازم تنطحن كويس الأولى. لو ما طحنتوهاش هلبة تبدأ تشرد، يعني لما تشرب روزاتا تحطوا اللوز يشرد. فشوية خلوها ينطحن كويس مع بعضهم، وبعدين ضفوا كمية ثانية من الحليب. أنا لو ضفتوا كمية الحليب كلها بيدالكم فروبي بالروزاتا أو فروبي باللوز. تمام؟ أنا لو ضفت الحليب كلها بتبدأ لي رغوة وتبدأ لي فروبي، أنا بديش نحول الموضوع لفروبي. فضفت شوية الحليب إنه يساعد اللوز ينطحن بس، بعدين نضيف كمية ثانية. ممكن نستخدم أنا الإثبات ولكن نعاون بيها أكثر. وبرضو اختياري نسب وتناسب، في اللي يحب الروزاتا تكون كيف نقول لكم؟ كان حبيبات باللوز، في اللي هيك. أما أنا نفضل تكون شوية ناعمة روزاتا، مش ما تكونش يعني تشرق، تكون قوية. ريحة ما شاء الله قاعدة طالعة منها. نقلب نشوف كيف، ما نبيش أنا أثر اللوز يكون باين هلبة، فهمتوني القصد اللي نتكلم لكم عليه؟ يعني نبيش أنا اللوز يكون باين هلبة، لكن في نفس الوقت نبي الطعم بتاعه. توا في المرحلة هي ممكن أنا توا المفروض إني نزود الحليب بالتدريج. نحطوا الحليب توا العادي مش الحليب المبخر، يكون مسقع. الروزاتا فيسع ما تقرص عموما، رجاء لما بتديروها حاولوا تبردوها. لو بترفعوها من مكان لمكان بدات مع الطقس هواء ولما تكون متلجة، يعني تكون مسقعة حرفيا، لان اللوز مع الحليب فورا يدير ريحة. بسم الله. تمام، خلينا بس نركبوا الخلاط.
وسعوا بالنا شوية معلش، بس تحصلوا على روزاتا يعني حقيقية. وعلى فكرة ممكن تدوقوا ورا، يعني انتم تشوفوا السكر ناقص تزيدوا، يعني هو موضوع انا اعطيتكم الكيال متعارف عليه، لكن هذا شيء يرجع لكم بعدين. انا خلينا توا نشوفوا شو صاير عندنا احنا هنا. ماشي قطر اللوز، ماشي ولا موجود لكن ماشي ولا المهروش اللي يشرق زي ما نقولوا. توا احنا هنا ممكن، وهو اصلا على فكرة را يا دوب تخلوها شوية بس فورا تحسوا أصلا اللوز رزن أو رزاتا رزنط، لأن اللوز هون يشرب. بنزود توا الحليب بتاعنا. ونطحنه. تمام، هيك ولت روزاتا بتاعنا جاهزة. خليني ناخدوها. طبعا ريحة جميلة جدا، ونعبو بها الطواسي بتاعنا. تمام، واللمسه الاخيره هذه التاتش بروحها هو نديرو فيه من فوق، كل واحد نحط شويه حليب مكتف مش محلى. تبدك روزات عن حق وحقيقه، يعني ما بحبش نضيف الحليب المكتف كلها في الكميه الاولى، يعني بحب هيك نطفي فيه من فوق الروزات هيك في مزيج من النكهات. تمام، هذه الروزاتا بتاعتنا اصبحت جاهزه. طبعا اللي اي مناسبه ليبيه لا يخلى المنزل او المناسبه بروزاتا والعبنبر، يعني هما الزوز في كل مناسبه اعتقد يعني ثابتين وجودهم وبقوة، يعني حرفيا ثابتين وجودهم وبقوة، اللي هو الروزاتا والعبنبر. نتمنى بس ان نكون على قد ما نقدر اني بسطت الوصفة، وانكم يعني قدرتوا يعني مشاهدينا الكرام تنسجموا في الوصفة، ويعني كيف نقولها لكم ما تكونش هيك الوصفة معقدة لحضراتكم، حبيت اني نديرها بسيطة على قد ما نقدر. يعني ممكن هذه أبسط شيء قدرت يعني نبسطه حقيقة، موضوع سهل وبسيط جدا، وصدقوني لما تديروها في البيت في مناسبتكم راح تحسوا هيك مناسبة فيها هيك طقوس أكثر. روزات عبنبر ما فيهمش شغل، يعني احنا ممكن عبنبر ياخذ وقت إنكم بتبيتوا العجينة وبتخلوك يعني يرتاح مش أكثر، لكن شغلة بسيط جدا وسهل. طبعا الضيافة عادة في ليبيا يعني شبه نقول لكم مشاهدين الكرام، في الضيافة في ليبيا لازم تكون قطعة كل شخص ياخذ قطعة عبنبرة مع كوب من روزاتا. وفي الفاتحة اللي هو عقد القران، طبعا انا نحاول نوصل لك ثقافتنا الليبية اللي المناطق مجاورة أو الدول المجاورة لو يتابعوا فينا. كل شخص ممكن في فاتحة عقد القران عادة بعد ما يتم على بركة الله الزواج
كل شخص بعدين يضيفوا كوب من الروزاتا وعليهم عبامبر وممكن باكلاوة أو ممكن الشوكولاتة معهم ك يعني وفي ناس أيضا مقروط والغريبة معهم حتى هم. لكن الأساسيين هما الزوز ثابتين عندنا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة واستمتعتوا بها زي ما استمتعت معكم. طبعا كانت وصفتنا اليوم هي الروزاتا عبامبر. الحلقة الجاية حتكون أيضا فيها حلويات. الشهر هو زي ما وعدتكم أحبائي الكرام حيكون مخصص للحلويات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالوصفة زي ما استمتعت معكم. نشوفكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان فن صناعة الآثار.